الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا، كيف حالكم بخير؟ يا مرحبا بكم بخير، أحمد الله عليكم. الحمد لله. والله حياكم الله خير. سررنا بزيارتكم. نفع الله بك، أنا رأيت ولاحظت كلمة لك طيبة نافعة. الله يجزيك. كنا التقينا في مكة قبل 20 سنة. في أي مكان؟ في مكة في الفندق. في الاستقبال كنت على سفر. نعم مرحبا. كنت مع الشيخ إبراهيم زهرات وبعض طلبة العلم. وكان معك الوالد رحمة الله عليه. آمين رحمه الله. قبل 20 سنة. الله. السنة التي توفي فيها الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. آمين. جزاك الله خير. الله يحفظك شيخ، والله نتابع يعني الدروس والشروح ما شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. والله يعني لو وددت أن أكون بصحبتكم، لكن الله المستعان. الله يحفظك. لعل تكون لكم زيارة لمراكش ولا ال. أسأل الله الإعانة، أسأل الله التوفيق. الله يحفظك شيخ. لذكر دينه ونصرة سنة نبيه. آمين آمين. كرمك الله، جزاك الله خير. إياك وإياك، جزاك الله خير. بارك الله يحفظك. آمين.